بسؤالها قبل الأخير تقول: نويت دفع مبلغ معين للمشاركة في بناء مسجد صدقة جارية لأمي المتوفاة، فهل يصح ذلك؟ وهل كلما زاد المبلغ زاد الأجر؟ وهل إذا علم أحد بما فعلت يضيع الثواب؟ أم أن الصدقة الجارية لا يشترط أن أفعلها في الخفاء؟ ثم إني أحب ذكر نوع آخر من أنواع الصدقة الجارية، جزاكم الله خيرا. نعم، المساهمة في بناء المسجد ينال صاحبها من الأجر بقدر ما أسهم لذلك، سواء كان قليلا أو كثيرا. وإذا أسهمت السائلة في بناء مسجد تريد ثواب ذلك لوالدتها، فإن هذا عمل صالح ويكون من الصدقة الجارية، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا يضرك إذا علم أحد بإسهامك في بناء المسجد إذا لم تقصدي المراءاة بذلك، وإنما الناس علموا وأنت لم تقصدي بذلك مراءاتهم، فهذا لا يضر إن شاء الله. نعم.